شيء؟ ولك ما بتفهم انت؟ عم اقول لك شغلتك مستحيله، ما بيمشي الحال. بقى اذا بتريد لا بقى تتصل بالخصوص مره ثانيه. الله معك. الو ديبو، ولك انا كم مره فهمتك ونبهتك اني مالي فاضي لهيك ناس؟ لسه كل ما دق الكوس بالجره بتعطيني زلمه شغل؟ قسما بالله اذا بتعيدها مره ثانيه غير اسعالك بنقلك لدرعا. العمى بقلبك، كل ما واحد قال لك بدي معامل والوزير بتعطيني اياه؟ اخ شو بدي ساوي يا ابو فاتح؟ سياده الوزير مسافر على ماليزيا وتارك الشغل كله علي. وتحمل يا ابو ضرار، اتحمل اذا بتتحمل. والمشكله انه ما في حدا بالوزاره غيري بيقدر يمشي الشغل، ما في. الله يعطيكم العافيه، انتوا قدها وقدود يا سيدي. صحيح الوزير عم يشتغل ما بنقول لا، بس انتوا الجنود المجهولين اللي واقفين وراه. ايه بس بدك مين يقدر؟ الله وكيلك، امبارح كنت بالمنطقه الجنوبيه عم حط حجر الاساس لمدجنه ارانب، ويلي قبله كنت عم ارعى احتفال الصم والبكم باعزاز، وهلا بعد شي نص ساعه رايح على المنطقه الوسطى حتى اقص شريط الحريري لمعمل اغطيه كازوز حديث. وفوق هالشي صحيح قبل ما انسى، عفوا قالوا اعطيني المرقاب بسرعه. المرقاب. انا ابو ضرار، انا ابو ضرار معامل الوزير. وين الشوفير يا ابو طلعات؟ ها؟ شلون ما اجا؟ لك بعرف، بعرف انه بالمنطقة الصناعية انا بعته لهنيك، بس شو سكن هنيك؟ بسيطة، انا بفرجيه، انا بفرجيه بس يرجع. وينك؟ إذا رجع خليه يستناني على الباب. على الباب الرئيسي مو على بابي. تعبت. يلا يا سيدي عن إذنك، ما بدي أعطلك أكثر من هيك، الله يعطيكم العافية. العفو منك، بس أنا لازم أسافر هلا. كل مسؤولين البلد بيكونوا عم يستنوني مشان أقص لهم الشريط الحريري. ما بينقص معهم بدوني، ما بينقص. أهلين أستاذ. ليش هيك السيارة وسخة؟ شلون وسخة أستاذ؟ بالعكس أنا شايفها نظيفة. لك شلون نظيفة؟ وهاد شو بتسميه؟ أستاذ هي شوية غبرة بس السيارة نظيفة. يعني أنا كذاب وعم بفتري عليك؟ لا أستاذ استغفر الله، ما أنا كذاب بس السيارة نظيفة. لك يا بني آدم رح تجنني أنت. ليش أستاذ؟ أنا ليش بعتك على المنطقة الصناعية؟ مشان أعمل صيانة عامة للسيارة قبل ما تسافي. وغير هيك؟ ما في شيء أستاذ. أنا قلت لك اغسل السيارة. لا أستاذ ما قلت لي. لا سيدي قلت لك. إيه الله وكيلك ما قلت لي. طيب مو مشكلة. دبارك عندي، هات المفاتيح من إيدك لشوف. بالظاهر أنت نسيان مين أنا. من العموشي. إلع. لوين أستاذ؟ على المرقاب. بكرة رح طالع قرار بنقلك، لأنه بصراحة أنت تمك ما بيعرف طعم النعمة، ومو خرجك تكون شوفير معامل الوزير. ومين بده يسوق السيارة فيكن أستاذ؟ ما حدا، أنا بدي سوقها بنفسي. فكرك رح تزلني بسواقة تبعك؟ فشرت عينك. ويكون بمعلومك 100 شوفير بخيط. الله معك، الله معك. هات مفتاح السيارة شوف انقلع. غريبة، لما كان أبو ضرار مدير قسم ما كان هيك ابنه. شو صار له بعد ما صار معاون وزير؟ أنت يا ملازم فيصل بتاخذ عناصرك وبتروحوا لشارع الفنادق، وبتدير بالك منيح، عم تصير مخالفات سرعة كتير هني، ومخالفات وقوف ممنوع، وخاصة على الجانب اليساري من الشارع. تفضل. أمرك سيدي. ملازم أيمن، بتاخذ عناصرك وبتروحوا لشارع الملعب، مثل ما بتعرف اليوم في مباراة وبصير عجقة سير، وبتدير بالك احتمال يصير مشاكل. حاضر. تفضل. ملازم يحيى، بتجهز لي عناصرك وبتاخذهم لشارع التجريد الوطنية، في حفلة فنية ضخمة وجاي المطرب عز البزركان يغني بمناسبة أعياد الفاتح من ذي القعدة. تفضل. حاضر. ملازم شفيق، مهمتك اليوم انت وعناصرك تروح توقفوا قدام مستشفى السعادة للأمراض العصبية والنفسية، وبتدير بالك منيح لأنه الطريق اليميني مقطوع والسير محول كله لعندكم. مثل ما بتعرف انت مفرق المستشفى دائما عليه ضغط كتير. سيدي الأسبوع الماضي أنا كنت هناك.
وهالاسبوع كمان. شو خربت الدنيا يعني؟ لا العفو سيدي، مو هذا القصد، بس الله وكيلك المنطقة عم تعذبنا كثير. يعني بدنا نشتغل بالشوفيرية وتنظيم السير ولا بالمجانين اللي واقفين عم بتفرجوا علينا ويسمعونا كلام أشكال وألوان. هالمرة مشيها ملازم شفيق، لأن المهمة انطبعت وما عاد فيني غير شيء. الأسبوع الجاي رح أعفيك من الوقف هنيك. أمرك سيدي. انا هالمره تواصلت لكم وطلعتكم من الحجر، بس على شرط انكم توعدوني انه ما تحاولوا تهربوا مره ثانيه. بقى شو قلتوا؟ يا سيدي امرك امرك يا سيدي. ترارم تكتب، نحن ما كنا هربانين، صدقنا. والجاسوس يلي قالكم هيك كذاب. صدق حلاق ولا مجنون؟ انا مالي كذاب يا سيدي، كذاب ومليون كذاب كمان. خلصنا بقى انت ويا شو غزوان، معقول عم تقطع لك بعقله؟ نحن عقلنا ما في منه، هو اللي ما فيه عقل، ولازم تحطوه معنا لحتى نتسلى عليه ومفيش خلقنا فيه. سكوت سكوت، خليه هلا. جاوبوني لشوف، انتوا ليش كنتوا عم تركبوا على حيط المستشفى الوراني؟ انتوا ما بتعرفوا انه هذا حيط لا بيمشي ولا بيتحرك؟ ما بيمشي اذا ما في ركاب، بس اذا في ركاب بيمشي. تكتوه؟ اذا قلنا لك ليش كنا عم نركب على الحيط الوراني، بتسمح لنا ننزل على الساحه اليوم نشم الهواء؟ يا سيدي بسمح لكم، هات لشوف. هذا يا سيدي يا تكتوه، انا كنت ناوي اروح على اليابان. ايوه، وليش كنت ناوي تروح على اليابان بقى؟ ولو معقول ما بتعرف انه انا امبراطور اليابان وجزيرة قبرص؟ بقى انا خايف بهالغيبة الطويلة هي عن امبراطوريتي ما تستحلي غيري. ايوه هلا فهمت عليك. وانت ليش كنت راكب على الحيط؟ انا ما كنت راكب على الحيط، انا كنت مأبحر بالسفينة. وليش كنت مأبحر بالسفينة؟ العمى يضربك شو مجنون انت. انا ملك الصين وبيجوز ضم سيلان والفلبين، وبعد كل هالشي بتقلي ليش مأبحر بالسفينة؟ فعلا انك غبي. معك حق. وانت خليل ليش مسك وكو انت راكب على الحيط؟ هزم الفاظك، انا ما كنت راكب على الحيط، انا كنت راكب على الحصان. وليش كنت راكب على الحصان؟ لاني رايح على الارخبيل حتى شق على مملكتي قبل ما يعملوا علي انقلاب عسكري. وانت كامل؟ انا اصلا ما بقعد على الحيطان، انا كنت قاعد على عرشي، انا سلطان القمر وباخذ عرشي معي وين ما رحت، لانه بخاف بغيابي حدا ينط لي عليه ويحرمني منه. ايش بين دمون كايزر تكتوه؟ هلا بتسمح لنا نشم الهواء بالساعه باعتبارنا مجانين؟ هاتين راح اسمح لكم، بس توعدوني ما تهربوا. ها يا سيدي امرك امرك يا سيدي. غزوان اعطيهم الدواء المهدئ وخليهم يطلعوا على الساحه، هدول مجانين صراف ما منهم خطر. يلا انصراف. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، الدواء بيلزق عليك. بعد هيك ولك؟ لك مالك شايف الإشارة حمراء؟ مبلا، شو شايفني أعمى؟ بعد عن طريقي هيك بعد؟ لا سيدي ما بدي بعد. لا بدك بعد. لا مالي بعد. لا بدك بعد. أخي مالي بعد، إشارة حمراء. لك أنا وكيل الوزارة، معامل الوزير، شو ما بتفهم أنت؟ بعد هيك عمل لك بعد. على راسي أنت الوزارة. لك شبك عم تشوبر وتهوبر؟ الطريق إلي وانت اللي بدك ترجع. عارف مع مين عم تحكي وإياك تخلط؟ ها؟ ومع مين عم بحكي دخلك؟ انت عم تحكي هلأ مع وكيل الوزارة. بس وكيل الوزارة ما بيخالف القانون، ما هيك يا أستاذ؟ هلأ لا تتفلسف، أنا من محلي ما بدي أمشي، فهمت ولا لا؟ ليش القوانين بس ماشي علينا؟ هلأ أخراس وبلا طولة لسان. رجع على ورا أسألك، عملك رجع، رجع على مامولك. انت هلأ عم تعطلني فهمان؟ نص مسؤولين البلد عم يستنوني بالمنطقة الشمالية مشان اوصلن شريط الحريري. ارجع ولك ارجع. لا والله يا استاذ مالي راجع، ولو كان عم يستناك رئيس الوزارة. انبسطت؟ بدك ترجع لورا ورجلك فوق رقبتك،
فهمت يا حمار؟ أنا حمار؟ أنت حمار وستين حمار؟ لقلين حمار ولا أنت؟ لقلين حمار شيء؟ أنت حمار؟ ألو؟ أيوة أنا جاي على الطريق. لا بس رجعت على الوزارة، كان عندي اجتماع مهم. لا ولا يهمك، أنا بالمستشفى الحريري. طبعا أنا كمين. ماشي الحال. الله معك، مع السلامة. إيش الشطة؟ اجت الشرطة. شو هالورطة؟ هاتوا البقرة المجنونة. هاتوا العنزة الملعونة. اجت الشرطة. ايه كان دوش بخد. مرحبا جبوها. اهلين ابو محمد. مرحبا سرحان. مرحبا عصام. شو؟ ليش ما رفعوك بزعوك نقيب عريف؟ ليش انت ترفعت بالاول؟ ناتيرليش، ايش بن دامونت كايزر، انا سلطان القمر، وانا زعيم الارخبيل، وانا ملك الصين وسيلان، وانا امبراطور اليابان وجزيره قبرص. الله يعينكم على العقل. وانتو كمان الله يعينكم. ليش بقى؟ لانكم هلا ما مسكتوا الحرميه. قالوا حرميه، انا جوا بدي اعرفهم وانتو برا ما عرفتوهم. لك حاجتك لعين انت وياه معهم، لسه حاطين عقلكم بعقلهم. احترامي سيدي. ملازم شفيق، حادثة سرقة مسلحة على الطريق الفرعي رقم 17، وتحرياتنا بتقول ان المجرمين اتجهوا لمنطقتكم. بدي اياكم تفتشوا كل السيارات مع ركابها وتأكدوا من الهويات. خليك على اتصال معي. علم سيدي. ضعوا الطريق بسرعة. حاضر سيدي. انتشوندكم بس استحالت فتبوت هي ايش الله بنسليك. ليه عم تزمر؟ مانك شايف الطريق مقطوع؟ إلي هالحكي؟ إيه لك إلا خيالك؟ خليك واقف بس جدورك تتحرك. شو ما تفهم أنت؟ عم قلك أنا وكيل الوزارة. عفوا؟ ما سمعت، شو تفضلت سيدنا؟ أنا وكيل الوزارة. ارجع سيارتك، ارجع. إذا خالص مشوف حاضر زيد، يلا حرك. ايش عم كسر تروح كايس في بطن كايس إذا فاضحك؟ عم يقول لك ممنوع المرور، حرك. شرف الله معك. صف على اليمين وراء السيارة وافتح لي الطبون. لك شو أطرش، ما بتسمع بقلك وراء السيارة وافتح الطبون؟ لا أنا ما بسمح لكم أبدا تفتشوا سيارتي. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ عم قلك أنا وكيل الوزارة معاون الوزير. شو ما بتفهم أنت؟ العمى دير بالك. ها أنت هلأ عم تعطلني عن قص شريط الحريري لمعمل أغطية أناني الكاسوس، وكومة مسؤولين عم يستنوني هنيك، والاحتفال تحت رعايتي لاني انا وكيل الوزارة. استاذ شايف هالمشفى؟ هذا مليان وزراء وزعماء وملوك ورؤساء وسلاطين ومارشالات،
اهلا بيكم اهلا بيكم مستشفانا بتحييكم يهلا 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 هي. بس ولك بس هذا اللي كان ناقص والله. شوف يا سيادة الملازم الأول، أنا ما بسمح تقول عني مجنون منوبة. نعم سيدي. يا ملازم شفيق، اللصوص انمسكوا على طريق الحرش، ما في داعي لتفتيش السيارات، خلي السير طبيعي. علم سيدي. الله معك تيسر. أكيد قالوا لك أني أنا وكيل الوزارة، مو هيك؟ ما بتجوا إلا بالرص. الله معك.